اليوم هنا اتعجب اتعجب صراحه من سماحه السيد مقتدى الصدر الذي له باع طويل وله سعه الصدر وله رؤيه سياسيه وله منظور في عالم السياسه وحتى القياده. اتعجب انا اليوم شلون يسمح سماحه السيد مقتدى الصدر بان تتداول هذه الكلمات على الهاشتاكات وعلى منصات التواصل الاجتماعي وكانما هي تجر لحرب اهليه او لحرب شيعيه. يعني شو يتوقع المقابل اليوم؟ اليوم اذا انا مو هابي، انا مو هابي، انا ما اصير هابي اليوم ان بسطت يدك اللي تقتلني، ما انا بسطت يدي اللي اقتلك. يعني هذا التهديد والوعيد هل يجوز من قياده عظيمه كبيره؟ زين وين الفرصه اللي اعطوها؟ اليوم الانسحاب كان بمحض اراده سماحه السيد مقتدى الصدر ام كان بتدخل خارجي؟ فهو لسانه يقول ما في تدخل خارجي. اذا من انسحبت من العمليه السياسيه الان انتظر العمليه السياسيه اذا كان فيها عمليه غير اصلاحيه وعمليه فيها سلب ونهب وسرق وسرقه وقتل، في ذلك الوقت يجب ان تتدخل، يجب ان اقول يجب ان تتدخل. لكن انا اليوم بعدني ما خالد رجلي بعدني ما هنالك توافق على رئاسة الوزراء وجاهزون وسوف ناتي وواحد ينزل السلاح بي كيسي، واحد ايش عندنا حروب؟ احنا ما عندنا حرب عمي، اليوم عندك حروب داعش بعد موجوده، عندك حروب الامريكان بعد موجوده، عندك حروب ليش تركيا موجوده، عندك حروب، خب مو تحارب على ابناء جلدتك. هذا الاقتتال الشيعي من المستفاد؟ انا في نظري واتحمل مسؤوليه كلامي، نعم. هنالك ايادي خارجيه ان كانت بريطانيه وان كانت سعوديه وان كانت تركيه تحاول ايجاد فجوه كبيره وايجاد طلقه الرحمه ما بين التيار والاطار. ماكو فائز في هذا الاقتتال، ماكو فائز، ماكو ربحان، القاتل والمقتول في النار. ان كان سماحه السيد مقتدى الصدر يعي بهذا الموضوع فعليه ان يعي، وان كان لا يعي فعليه ان يصل الصوت له. اليوم اذا سيد مقتدى الصدر يحاول ان يجعل الشارع الشيعي فيما بينه مقتتلا فهذه كارثه كبيره عظيمه عند الله وعند المجتمع. وبالمناسبه اليوم الكرد في معزل، الكرد في معزل من الموضوع هذا، ما لهم علاقه الناس والسنه ايضا ما لهم علاقه. اذا الجمره او شراره النار ستقع في البيت الشيعي وستقع في الشارع الشيعي وستقع في الشعب الشيعي، وفي وقتها لا يستفاد منها، لا سيد مقتدى الصدر راح يقول انا الحمد لله انتصرت على اخوتي، ولا الاطار التنسيقي راح يقول الحمد لله انتصرت على اخوتي، الجميع سيعض على الانامل، وفي وقتها سوف لا ينال لا رحمه لا دنيا ولا اخره. كان من يكون من يحاول ان يحاول ايجاد الفرقه والاقتتال الشيعي فعل فليتبوأ بمقعده من النار، كائنا من يكون. هذه اليوم انا رساله براءه ذمي بيني وبين الله. انا اليوم مو هابيل بس ما اصير قابيل، انا مو هابيل يقتلني بس ما اصير هابيل. فلذلك العمليه السياسيه عليه سماحه السيد مقتدى الصدر وعلى جميع الكتل السياسيه ان تحذو حذو علي بن ابي طالب ان قال سعه الصدر، اله الرئاسه سعه الصدر. اليوم ماكو رئاسه سعه الصدر، اليوم بعدني انا منتظرك حاط لك قناص قبال باء شباكك، بس تقول راح احط راس الوزراء اول ما اصيبك ان كان كتفك وان كان في راسك وان كان في تحت قدمك. فهاي مشكله كبيره على جميع القاده المتحالفون ضد اخوانهم الاطار ان يعوا المشكله. وهذه كره النار ان وصلت للبيت الشيعي ستتدحرج ولن تقف عند حد معين.